السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله وتوكلنا على الله. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم طريقة ديال تحضير اللوبيا. اللوبيا البيضاء راه عندها عدة طرق في الطياب ديالها، ولكن هذه الطريقة أنا متأكدة اللي جربها راه ما غيبقاش يستغنى عليها، كتجي غزالة وكتجي بنينة. والله العظيم انا بعدا فاش جربتها اول مره عجبتني حسن كثير من الطرق الاخرى. دابا غتخدينا اللوبيا ديالنا، هي هذه فزقناها، راه بيتها في الماء ثم تنفخات. غنسلقها، غنديرها في طنجره ردها تسلق. صدقوني هاد الطريقه راه كتجي غزاله، غير جربوها راه ما غتستغناوش عليها. غنضيفها بالماء، ندير عليها شويه الماء وردها تسلق وغنرجع معكم. ها هي نزلتها فوق البوطه، نخليها تسلق شويه ونحيدها، غنغسلها ونصفيها. دابا رديتها، هي خلاص كتفور، غنوريكم شنو غنديروا. عندي هنايا غير القزبر بوحدو، ها هو هذا واحد ربيطات القزبر، ما معاه لا معدنوس لا والو. عندي هنايا واحد ثلاثه الفصوص الثومه، ما غنقدرش نقول لكم ثلاثه ولا اربعه على حساب الكميه ديال اللوبيا اللي دايرين. عندي ورقه ديال الموسى، ها هي دي. عندي في التوابل الفلفله حمراء، الملحه طبعا الملحه الحيه، عندي قزبر يابس، عندي سكينجبير، راه الابزار ما كاينش والخرقوم ما فيهاش. وشنو غيبقى لي؟ يبقى لي الكمون. الكمون ما كنطيبوش فيه في الاول حتى التالي باش كيبقى ديك الجهد ديالو. ها انتما الفلفل الاحمر، قزبر يابس، سكينجبير، الملحه. عندي الثومه وورقه د موسى، البصله ما كايناش، البصله نهائيا. اللي كاين كاينه مطيشه، مطيشه اللي عنده مطيشه غيحكها، اللي دار مصبره غيدير مطيشه اللي مصاوبها في الدار هي اللي غنصاوب. ها هي الورقه الموسى درتها هنايا في الطنجره، هذا غندقهم. السر في هاد اللوبيا هو هاد الثومه، غدق مع هاد القزبر هذا. يعني الطريقه ديال زمان، ولكن راه والله العظيم صدقوني كتجي غزاله 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 ولذيذه، وغتجربوها وغتشوفوا. انا ندق هذا ورجع معكم باش ما نصدقكمش المهراس. هانتوما انا سلقت اللوبيا ديالي وغسلتها، انا درت هاد الورقه ديال الموسى، انا حطيت دابا اللوبيا ديالي اللي غنصاوبو. ما غنشحر ما حتى شي حاجه، كلشي غيطيب مره. هي التوابل ديالنا، بقى لي الكمون، كيف قلت لكم الكمون هو التالي. ها هو القزبر اللي دقيت، القزبر والثومه طبعا بجوج بيهم. كانت هاد الدقان في هاد المارز، يعني شي حاجه اللي زوينه والله الا كتزيد لذتها. هي عندي هنايا مطيشه ديال، انا دايره مطيشه اللي مصبره ديالي، ها هي دي. اللي ما عندوش هادي انا درت ثلاثه المعالق، هادي عندي راه شويه ثقيله. خاص طبعا الزيت البلديه. وصدقوني انا مازال كنقولها ونعاودها، راه كتجي غزال الزيت. شوفوا النصاب ديال هذا الطياب، راه كلشي كيعرف الكميه اللي سميتو. وغنغطيها بالماء باش ماشي تنشف. وهذا انا عندي هاد اللوبيا راه كطيب، يعني نغطيها غير بالماء راه غتجي قدقت معاها، لان ما خصهاش الماء كثير باش ما تجيش عاوتاني باسله. انا ضفت ليها الماء، ها نتوما كتشوفوا. دابا غنقفل عليها ونخليها عرفتو طيب، يعني على حسب اللوبيا اللي عندكم، الا كتكطب راه غطيب دغيا. المهم هو ان الذا والمذاق كتجي غزاله، وبالتالي غنزيدو لها الكمون. هذه هي الطريقه، ما فيهاش البصله، ما فيهاش لا خرقوم، ما فيهاش لا ابزار، والربيع فيها غير القزبر، يعني لذيذه وبنينه. وغتجربوا هذه الطريقه وما غتستغناوش عليها. ها هي دي اللوبيا ديالنا طابت، نتوما شوفوا تبارك الله شنو المريقه كي جايه. واحد الريحه اللي غنقول لكم عليها، واحد الريحه اللي طالعه غزاله غزاله كتحمق. انا الماء راه ما ضفتش الماء، يعني دائما الطنجره ديالكم ما تبقاوش ديروا الماء القياس اللي غطيب فيه، لان الا نشفات وزدتوا الماء وما كانش طايبه كتبسل الماكله. دائما الماء يكون على حسب الطياب ديال هذا.
اللهم تقلى ولا تضيفي لها الماء. المهم واحد الريحه طالعه ديال ديك الثومه والقزبر جاي غزاله غزاله غزاله. انا نقدمها نحطها لكم مع نضيف لها بعدا الكمون علينا الساعه. نضيف لها الكمون والهريسه نحطها في الطبيصلات اللي بغاها يديرها ما بغيت، واللي عنده مزود يديرها المزود يطيب بالمزود. انا المزود عندي حارين بزاف فاش كنديرهم في هذه القطنيه كيتحلوا كي تجي الماكله حاره بزاف، نحط غير الهريسه ولكن دابا نضيف الكمون. هيا دي لوبيا ديالنا وجدات، دابا حنا حطينا الغدا غندور عليها شويه واحد الخويه ديال الزيت بلديه. غير شويه ديال الزيت البلديه من الفوق وغنقدموها. هي دي الهريسه، الهريسه خلاص ديال الدار. هذه صوت ما صورتهاش معكم ولكن بحال اللي صورت، هذه زدتها الربيع والحامض وبعد التوابل المنسمات وصافي جات غزاله حتى هي جديده. عندنا هنا واحد المزيوده مخلله اللي بغاها مع الحامض المصير. عندي هنا واحد الفليفلات حتى هما مرقدين مخلين، يعني ديك الحموضيه كتجي لذيذه مع هاد اللوبيا. وشويه الزيتون، الزيتون مسلله مهرسه، هادي غير بالملح والماء مازال ما شرملتهاش، يلا دقتها حلات عاد دابا نصاوبها معكم. المهم حطيت شويه ايوا هادي هي اللوبيا ديالنا ان شاء الله. اللوبيا ديالنا هي هادي وفي الصحه والراحه، وتمنى تنال اعجابكم. ومازال كنأكد عليكم واخا رانا هضرت بزاف كنقول لكم غير جربوها وراه ما غتستغناوش عليها، لان واحد الريحه طالعه منها لذيذه، ريحه غزاله غزاله كتشهي. وصحتكم وراحتكم، ونتلاقاو فيديو ان شاء الله شي وصفه جديده ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش اللي عجبو الفيديو يدير لايك وكتب لنا تعليق واشتراك، وهذا اللي غادي يقول لكم واللي جربها من بعد عاد يرجع يكتب لي ويقول لي بان الوصفه راها عجباته. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.